دشن فرع المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 200 في مديرية الحدا محافظة دمار خطة العمل التنظيمي للعام الجاري بحضور قيادة فرع المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني بالمحافظة. من جديد تؤكد قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بالدائرة 200 مديرية الحدا وقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان والانتصار للوطن وإفشال رهانات أعدائه. فرع المؤتمر الشعبي العام بالحدا دشن أنشطته التنظيمية للعام الجاري واضعا في أبرز أولوياته تعزيز الجبهة الوطنية الداخلية والعمل على رفض الجبهات بالرجال والمال. نحن في حقيقة الأمر يجب أن نقتدي ونعمل بتوجيهات قيادتنا ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح فيما يتعلق بالوقوف أمام العدوان ومواجهته بالمشاركة مع أنصار الله. المهرجان الذي أقيم بالمناسبة وبحضور قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أشاد بثبات وصمود أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع الشرف والبطولة انتصارا لإرادة الشعب اليمني ضد أبشع تحالف إجرامي. المؤتمر الشعبي العام يجدد تأكيده على أنه لا زال الأقوى في الساحة الوطنية وسيقوم بتنفيذ جميع برامجه التي أقرت في القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام، ومع حضور جميع المراكز اليوم إلا تأكيدا لهذا الزخم الذي يمتلكه المؤتمر الشعبي العام على مستوى الوطن ككل والمحافظة. قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني أكدت المضي على الخطى التي رسمتها قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح من إجل الانتصار للوطن ضد عدوان تكالبت فيه دول الإجرام للنيل من عزة وكرامة الشعب اليمني. نبعث للزعيم نجدد العهد والولاء، نجدد العهد والولاء للزعيم البار بن اليمن البار علي عبد الله صالح باني اليمن وباني نهضته وحضارته، ونقول له امضي بالسفينة ونحن ولاك ونحن معك، امضي ونحن معك، وسنلقن العدوان دروسا لن ينساه بقيادتك وبحنكتك نحن وراك إلى آخر رمل في حياتك. المشاركون في المهرجان أكدوا على أهمية أن تقوم المنظمات الدولية بدورها في فضح جرائم العدوان والالتفات إلى معاناة الشعب اليمني الذي يعاني الحرب والحصار. عبد الكريم النهاري، قناة اليمن اليوم، محافظة دمار.